صبيحة اليوم تقديم المتهمين في قضية اختطاف الطفل أمين ياريشان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة من أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة موفد تلفزيون النهار أحمد بوطاف. أحمد، هل أنت معنا؟ نعم زميلي ياسر، صباح الخير. صباح النور أحمد. هل تم تقديم المتهمين إلى على وكيل الجمهورية وتم عرضهم، أم ما زال بعد؟ وكيف هي ربما آخر الأخبار حول المتهمين في هذه القضية؟ نعم زميلي ياسر، حسب المعلومات المستقاة من محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، فإن قاضي التحقيق على مستوى المحكمة يستعد للاستماع إلى 5 متهمين في قضية اختطاف الطفل أمين ياريشان. المتهمون الخمس أبرزهم الصديق المقرب لوالد الطفل أمين ياريشان محمد ياريشان، إضافة إلى المدعو سعيد ميغري. قاضي التحقيق سينطلق يعني وسيبت في الاستماع إلى المتهمين في الدقائق المقبلة. إلى ذلك الحين سنوافقكم بمستجدات القضية. طيب أمين أحمد، هل شهد ربما بعض أصدقاء المتهمين أمام المحكمة؟ هل من أخبار من عندهم حول تفاصيل لم يطلع عليها الرأي العام؟ حقيقة زميل ياسر، المحيط يعني المحكمة لم يعرف إقبال لا أقارب الطفل أمين ياريشان ولا حتى أقارب المتهمين. يعني الجو هنا هادئ، يعني في غياب حضور أهالي سواء كان المتهمين أو الضحية الطفل أمين. أحمد بوطاف، مفدنا إلى محكمة بئر مراد رايس، مشكور جدا على هذه التدخل أو هذا التدخل المباشر.